بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فها هو شهر رمضان المبارك يؤذن بالرحيل، أيام معدودات وينتهي هذا الشهر الكريم، فما أحوجنا إلى أن نبذل ما نستطيع من جهد في هذا الشهر الكريم في تحصيل طاعة الله عز وجل، في المداومة على الطاعة، في تفقد ليلة القدر، وفي كل عمل صالح يرضي الله عز وجل، عسى أن نكون من المقبولين ومن عتقاء الله عز وجل من النار. كما ينبغي أن نتعلم من هذا الشهر الكريم كيف نواظب على الطاعة، كيف نحقق التقوى، كيف نداوم على التقوى، كيف نداوم على الصبر. فرمضان شهر الصبر، والصبر جزاؤه الجنة. يقول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ورمضان شهر البر والعطاء، وشهر الصلة، وشهر الإنفاق، وشهر التفقد، وشهر الإحسان إلى الناس جميعا. شهر طيب مبارك، ما أحوجنا إلى أن نتخلق بهذه الأخلاق الطيبة في غير رمضان، فيكون رمضان شهر انطلاق إلى الأحسن، إلى الترقي، إلى مكارم الأخلاق، إلى أن يكون الإنسان محققا لمراد الله عز وجل من الصوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما أحوجنا إلى أن نحقق هذه الصفات الطيبة بعد رمضان، فيتعاون الناس جميعا على البر والتقوى، يبتعدون عن الغش وعن التدليس وعن الغيبة وعن النميمة وعن أكل أموال الناس بالباطل، يبتعدون عن كل ما من شأنه أن يفسد العلاقات بين الناس. الله عز وجل أمرنا بالصلح، والصلح خير، وأمرنا بالإصلاح بين الناس، كل إصلاح لهم خير، وأمرنا سبحانه وتعالى أن نصفح وأن نصبر وأن نتحمل، وبين الله عز وجل أن ذلك كله جهاد. قال الله عز وجل: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. إذا استمر هذا العمل الصالح وإذا داومنا على ذلك، فنحن نحقق غاية التقوى التي شرع الصيام لتحقيقها في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.